دونك السلام عليكم، تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. اليوم إن شاء الله نحاول نشرح الجزء المتعلق بالدوران، الجهاز الدوراني. إذا قبل ما نشرح مكونات الجهاز الدوراني، يتعلق الأمر بالجهاز الذي يقوم بتدوير الدم داخل الجسم. دونك نشوفوا شنو هي بعدا المكونات ديال الدم، صافي ملي كيتكون هذا العنصر الأساسي. إذا التعريف ديال الدم شنو هو؟ إذا عبارة عن سائل بيولوجي ذو لون أحمر فاتح، يقوم أو يساهم ويقوم بنقل الأكسجين من الرئة إلى جميع خلايا الجسم. إذا كما تشوفوا هنايا أن عملية طريقة باش نعرفوا مكونات ديال الدم، كنقوم بواحد الطريقه سميتها عمليه النبض ديالنا. كما كتشوف في هذا الفيديو، النبض ديال الدم لكي يتم فصل مكوناته، وبالتالي كنحصلوا على الدم. يتبين ان الدم يتكون من ثلاث عناصر اساسيه، هي البلازما والكريات البيضاء وكذلك الكريات الحمراء، اضافه الى الصفائح الدمويه. بالنسبة لأدوار هذه الخلايا، فقط نشوفوا دور الكرية الحمراء. إذا الكرية الحمراء تساهم في نقل الأكسجين من الرئة إلى جميع الأعضاء. علاش؟ لأن الكرية الحمراء تحتوي على عنصر أساسي اللي هو الهيموغلوبين، بروتين يسمى الهيموغلوبين أو الخضاب الدموي بالعربية. دونك هذا الخضاب الدموي كذلك يتميز باحتوائه على ذرة الحديد المشحونة موجب في اف دو بلس، تساهم بالتقاط الاكسجين الذي يكون مشحون بشكل سالب. اذا وبالتالي يتم نقل الاكسجين لكي يتم توصيله الى الاعضاء او الخلايا. عندما كنقول الاعضاء يعني يتكون مجموعة من الخلايا. دونك هذا فيما يخص المكونات ديال الدم ودور الدم، يعني اللي تعرفوا اللي هو انه يساعد على توصيل الدم الى جميع الاعضاء. دونك نتمنى تكون الفقره هذه نالت الاعجاب ديالكم، فقط فيما يخص هذه البارتي ديال مكونات الدم. ان شاء الله نشوفوا في الفيديو الجاي، نشوفوا الجهاز الدوراني مناش كيتكون ان شاء الله.